بسم الله، لو احنا عايزين نعمل روم، فأول حاجة هعملها إن أنا أبدأ أرسم الحواد. أقوله مثلا عايز ريكتانجل بالشكل دوت، وهبدأ أرسم لاين وبعد كده هدخل هنا روم. أقوله أنا عايز أبدأ أعرف الروم في طريقة، في كذا طريقة ممكن نبدأ أرسم خطوط. أي منطقة كلوز هرسمها، يعني أي بول لاين هرسمها، وليكن مثلا بالشكل دوت. أول ما أخلص خالص هيعتبر إن دي روم. الطريقة التانية إن أنا هقوله أي منطقة مقفولة بالحوائط، تمام، سواء أربع حيطان، هيقولك إحنا سيبني قاعد بين أربع حيطان أو خمس حيطان، حاجة زي إيريا. انت عارف يعني في مستشفى المجانين يبقى الغرفة دائرية ويقول لك اقعد في الركن، فبتعرفش. المهم هو بيدور على اي شكل مغلق ويبدأ يعتبره ان هي دي الروم بتاعتي. هقول له اوتلاين اوتو ديتكت، اروح معلم هنا وابدأ احط المساحة بتاعتي، واعلم هنا مثلا واروح حاطط المساحة بتاعتي، هو اوتوماتيك بيحسبها، تمام. فبما انا كده عندي ظهر كل روم، كل المساحة بتاعتها برضو كتبت في قلب البلان.